هوية بريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان العاملين في موقع هوية بريس. أولا أشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع، والأسباب التي دفعتنا لإطلاق هذا النداء هو تجاوز السافر لهذه الشركة بيمو على ما أقدمت عليه من إشهار على مستوى الحلوة ديال ميرندينا، العلب ديالها، عبارات مخلة بالحياء، عبارات لا تمت للأطفال بصلة، وهو اعتداء شنيع وواضح على براءة الطفولة الأطفال القاصرين. فبالتالي لابد من الوقوف لحماية الأطفال ديالنا من هذا الاعتداء الذي هو فعلا يمس الكرامة ديالهم ويمس البراءة ديالهم. فبالتالي أولا أن يكون المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا الاعتداء، وفي نفس الوقت على المجتمع المدني لمواجهة مثل هذه الخرجات الإشهارية. ونحن نعرف أن للإشهار دور مؤثر بشكل كبير على الكبار، فما بالك بالأطفال اللي كيحفظون الإشهار بالأغاني ديالو بالكلمات ديالو عن ظهر قلب. فبالتالي استغلال الطفولة واستغلال براءة الطفولة في هذا الجانب هذا يعتبر جريمة شنعاء، ولا بد من المسؤولين الذين قاموا بهذا الأمر عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم. بالنسبة للضمانات القانونية، فالحمد لله المغرب ديالنا راه موقع على اتفاقية حقوق الطفل عندي سنين، وعنده في القوانين ديالو على مستوى الجمعية ديال حماية المستهلك إلى غير ذلك. الأطفال ديالنا الحمد لله على المستوى القانوني راه كاين حماية واضحة، والنصوص راهم موجودين على مستوى اتفاقية حقوق الإنسان، على مستوى حماية المستهلك. وأول إنسان يجب أن نحميه هو الأطفال، باعتبار أنهم ساكن لا يعرفون ما هو في صالحهم إلا من خلال المتدخلين ديالهم، سواء الآباء أو الأمهات أو المعلمين أو الأساتذة أو المربين. ولهذا فلا بد أن نحول دون المساس بالكرامة ديالو ولا بالبراءة ديالو من خلال الناس اللي كيتصرفوا بهذا النوع هذا، وخاصة أن شركة بيمو لم تكن سابقا تقوم بهذا الأمر. أنا ما سمعت ولست متأكد، وأنه الآن المسؤولين اللي ولاو كيصروا على شركة بيمو اللي يديرون الجوانب الإدارية ديالها والقانونية ناس آخرين ما جدد. وبالتالي ربما إذا كان شي خلفية أو شي إيديولوجية عند هاد الناس المسؤولين الجدد، ربما يريدون تصريفها عن طريق هذه الإشهارات. ولهذا لابد أن نقوم بدورنا لحماية طفولتنا من هذا الاعتداء.